هناك آداب تتعلق بالتلبية والدخول في النسك، منها التهيؤ بالاغتسال والتطيب. هذا قبل لبس الإحرام. هذا قبل أن يلبي. ممتاز. يعني حتى لو لبس الإحرام التهيؤ التجرد. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر بالاغتسال صلى الله عليه وسلم للإحرام، وتطيب قبل أن يحرم كما في حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي لأجل الإحلال قبل أن يطوف بالبيت. فالتطيب للإحرام مشروع، ويتطيب في بدنه، ولو أصاب هذا الطيب شيئا من ثياب إحرام ما عنده مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص الطيب يعني بريقه في مفارقه، يعني في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثافة الطيب الذي استعمله صلى الله عليه وسلم في إحرامه. إذا اغتسل ويتطيب. أي نعم، ويتجرد من المخيط. وما هو المخيط؟ هو كل ما كان مفصلا على البدن من اللباس المعتاد، ونقول اللباس المعتاد حتى يخرج مثل النظارة مفصلة على العينين ومثل الساعة، كل هذه ما فيها مشكلة. الخاتم ما فيه مشكل، حتى لو كان مثلا عنده رباط للركبة أو رباط للقدم، أو كان عنده جرح رابطه بربطة، أو كانت هناك يعني لصقة لنوع من أي أنواع، هذه عيدية، هذه كلها ما فيها، لأنها ليست معتادة، ليس لباسا معتادا. لكن السروال والفنيلة بالنسبة للرجال والغترة والعمائم، كل هذا لا يلبسه. بعض الحريم الشيخ تأتي بمطاط الحريم المهيئة. أيوة نعم، طيب الحريم المهيئة التي فيها تكة لتمسك الإزار من السقوط، يعني بدون حزام، هذه لا حرج فيها على الصحيح. كثير من العلماء المعاصرين يرى أنه لا تجوز، وأن هذه من مما يمنع منه الإحرام، لأنه تشبه اللباس المعتاد. لكن بالنظر إلى الأدلة ما هناك نص واضح وصريح. أول فقهاء من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية ذكروا جواز بعض الصور التي تشبه هذا. نعم. فالنووي رحمه الله ذكر أنه لو ربط تكة في إزاره تمسكه فلا حرج عليه. شيخ الإسلام بن تيمية ذكر أنه لو شق السروال، والسروال طبعا له ربقة، نعم، له ما يمسكه، نعم، فلا حرج. إذن وجود مثل هذه الأزر التي هيئت بتهيئة معينة لا يخرجه عن كونه إزارا، لأنه الإزار ما هو الإزار في اللغة؟ الإزار في اللغة ما ستر به أسفل البدن. أسفل البدن. نعم. وبالتالي هذا مما يستر به أسفل البدن على صورة الله، ليس سروالا، لأن السروال هو ما له أكمام تدخل فيها الرجلان. نعم. وبالتالي كل ما كان على هذه الصورة مما يغطى به أسفل البدن لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. للمرأة، المرأة إحرامها في أن لا تلبس نقابا ولا قفازين. الأصل فيما يمنع منه المحرم ما جاء في الصحيحين بالنسبة للألبسة والطيب وما إلى ذلك، ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم؟ إيش السؤال؟ ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم. هذا يعني طلب لتحديد نوع اللباس الذي يلبسه المحرم. لما كان ما يلبسه المحرم شيء واسع، الجواب جاء معاكسا، بيّن ما الذي لا يلبسه المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة فلا تغطي وجهها، قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب؟ النقاب هو كل ما كان فيه نقب ثقب في 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 غطاء العين، سواء كان ذلك بفتحة مستطيلة، أو كان ذلك شبكة كما هو، أو كان ذلك بأي نوع من أنواع. هناك الآن حجاب، يعني نوع من الحجاب يسأل عنه كثير من الأخوات، يستر الوجه كله، لكن الطبقة، يعني الطبقة، هناك الغطاء يكون أكثر من طبقة، الطبقة التي أمام العين خفيفة لكنها ليست مشققة ولا مثقبة، هل هذه نقاب؟ الجواب: ليست نقابا. النقاب لابد فيه من فتحة، لأنه أخذ من النقب وهو الشق، وبالتالي هذا لا يعتبر نقابا، لا بأس به، كما لو كانت مثلا قد سترت وجهها إلا وابدت عينا لها بالستر وليس بالشق، فهذا لا بأس به إن شاء الله. طيب، هذه الأداب المتعلقة بالإحرام، ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان عند الإحرام؟ نعم.